انضموا إلينا عبر الهاتف للتعليق حول الموضوع من اسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأوروبي المتوسطي السيد محمد عماد. أهلا بكم سيد محمد إلى هذه الجولة الإخبارية. استنكرتم في المرصد في بيان لكم عن اختطاف الأكاديمي والناشط كاظم السهلالي، كيف تصفون وتقيمون هذه الحادثة؟ اهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. حقيقة وكما تفضلت، لقد قمنا في المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان بإصدار بيان نعبر فيه عن قلقنا من تصاعد استخدام العنف اتجاه المتظاهرين السلميين الذين خرجوا في مدينة البصرة تحديدا للمطالبة بأبسط حقوقهم وهي الكهرباء والوظائف للشباب الخريجين. أيضا عبرنا عن قلقنا من استخدام القوات الأمنية للعنف اتجاه المتظاهرين ومن خلال استخدام سياسة الاعتقال التعسفي اتجاه الناشطين، والتي كان آخرها اختطاف الأكاديمي الأستاذ كاظم من قبل عصابات مسلحة ومن ثم إطلاق سراحه. نحن نعتبر أن مثل هذه الأفعال تأتي في إطار أو تتقاطع مع إطار تكميم سياسة تكميم أفواه المجتمع المدني ومن يمثله سواء أكاديميين أو ناشطين شباب، خاصة وأن هؤلاء الشباب خرجوا فقط للمطالبة بأبسط حقوقهم المدنية والسياسية التي كفلها لهم الدستور العراقي والقوانين الدولية كالعهد الدولي الخاص والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. كيف تقرؤون هذه الاستهدافات التي تطال النشطاء وما الأهداف منها؟ حقيقة نحن نقرأها كالآتي، بأنها هي عبارة عن تكميم الأفواه، خصوصا وأن هذه المظاهرات تأتي في إطار تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة في العراق بشكل عام وفي مدينة البصرة بشكل خاص. هذا ابتداء. أيضا نقرأه بأنه اعتداء وانتهاك لحقوق طبيعية كفلها القانون الدولي في الخروج في المظاهرات السلمية. حقيقة من خلال مراقبتنا كمرصد أوروبي المتوسط لحقوق الإنسان وثقنا عدة من الانتهاكات، منها اعتقال عدد من الناشطين، وثقنا اعتقال 10 من الناشطين. أيضا استخدام الغاز المسيل للدموع وإطلاق الرصاص في الهواء لتفريق المتظاهرين، وهذا حقيقة يشكل اعتداء على حياة المتظاهرين وفي هناك خطورة على حياة المتظاهرين. هذا ابتداء. وأيضا إلغاء حق التجمع السلمي والمطالبة بالحقوق الأساسية التي كفلها الدستور العراقي والقوانين والمواثيق الدولية. نعم، كيف ترى الواقع الحقوقي في العراق وفق المعطيات التي ترصدونها؟ حقيقة نحن نرى أنه في حال استمرار القوات الأمنية في استخدام العنف في صد التظاهرات والتجمعات السلمية، هذا ابتداء، وأيضا في حال استمرار صمت الحكومة العراقية تجاه ما تقوم به السلطات الأمنية من استخدام القوة والعنف تجاه المتظاهرين، فنحن أيضا أمام استكمال المسلسل الانتهاكات بحق المتظاهرين السلميين في مدينة البصرة تحديدا وفي العراق بشكل عام، بمعنى أن الأوضاع في العراق تشير إلى أن هناك تردي في الظروف والأوضاع المعيشية والحياتية، وأن هناك أصوات تطالب بأبسط حقوق يجب أن تستمع إليها الحكومة. هذا ابتداء. أيضا هناك يجب أن يكون تحرك عاجل من قبل السلطات أو من قبل الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق عاجل فيما يتعلق بالاعتداء على المتظاهرين السلميين واستخدام القوة والرصاص في فض التظاهرات السلمية. فالحكومة العراقية مطالبة بمثل هذه اللجنة، بتشكيل لجنة على وجه السرعة، هذا ابتداء. وأيضا العمل على تخفيف من حدة التوتر فيما يتعلق باستخدام القوة من قبل السلطات الأمنية، والعمل على إيجاد حلول لتخفيف الأوضاع المأساوية الصعبة الاقتصادية التي تعيشها مدينة البصرة وجمهورية العراق بشكل كامل. هذه الانتهاكات التي تطال النشطاء والمتظاهرين والمثقفين، برأيك هل هي ممنهجة أم أنها عفوية من قوات غير مدربة؟ يعني نحن أعتقد أن أيا تكن تلك الممارسات فهي تأتي في إطار مخالف للقانون الدولي وللقانون العراقي الذي يحكم جمهورية العراق، وبالتالي فأن السلطات العراقية هي مسؤولة عن تأمين ابتداء توفير جو مناسب للتظاهرات السلمية للمتظاهرين. أيضا هي ملزمة، السلطات العراقية والحكومة العراقية ملزمة بتوفير أدنى مقومات الحياة للمتظاهرين العراقيين. نعم، هذه السياسات التي تقوم بها السلطات الأمنية العراقية هي إجراءات غير ممنهجة وتأتي في إطار عشوائي، لكن للأسف هذه الممارسات تأتي في إطار تكميم الأفواه الخاصة الصادرة من الشباب ومن مؤسسات المجتمع المدني للمطالبة بتثبيت أوضاع العراق وتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في العراق. شكرا لك. نعم، شكرا لك الأستاذ محمد عماد الباحث القانوني في المرصد الأوروبي المتوسطي، كنت معنا عبر الهاتف.